ان انا اكون مؤدب مع الله فانسب الشر الى نفسي والخير اليه. في امثله يا مولانا. شوف سيدنا ابراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله خليلا. خد بالك كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسانه في سورة الشعراء مما قال وحكاه: وإذا مرضت فهو يشفين. مع أن المرض من الله والشفاء من الله، إلا أنه نسب المرض إلى نفسه ولكن الشفاء من الله. شوف سيدنا أيوب اقرأ القرآن اتعلم، أنا عايزك تتعلم. رب إني مسني الضر، ما قالش شفيني. شوف انت في قمة المعصية ومع ذلك يا رب انا هتني مريض لي امتى؟ ده غيري اصغر مني ومش ده حسن، ده سوء ادب مع الله. شوف رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ما قالش فاشفني. شوف الادب مع ربنا. يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ايه مما قاله لمولاه؟ ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. شوف الأدب، ما قالش أنا ما قلتش. خد بالك شوف سيدنا الخضر بيقول، ما بيقول بقى في اللي هيهدمه: فأردت أن أعيبها السفينة هو، فأردت، مع أن ده بوحي من الله، وحي إلهام له في القلب من الله، ومع ذلك الخطأ البلاء اللي هيحصل الغلط اللي هيحصل ينسبه إلى نفسه، فأردت أن أعيبها. انما بقى في قصه في الثانيه بقى في الكنز: فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري. هو ده الطاعه، هو ده حسن الادب مع الله. شوف سيدك النبي رايح في حجه الوداع فوق 90,000 ومع ذلك يسال على يمينه سيدك ابو بكر وعلى يساره سيدنا عمر، وراه الجم الغفير ده كله يذهبون إلى حجة الوداع. في أي الأيام نحن؟ أو في أي الشهور نحن يا أبا بكر؟ ما احنا في شهر إيه؟ سيدك عمر يقول له: ما تقول له احنا في شهر إيه؟ احنا في آخر ذو القعدة. قال له: إذا كان قد نسي فسيخبره ربه، فلا تخبر رسول الله حتى لا يعلو صوتك فوق صوت رسول الله فيحبط الله عملك وأجرك. قال: ألسنا في آخر ذو القعدة؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في أي الأيام نحن؟ قال له: النهاردة الجمعة، آخر جمعة يا أبو بكر، ما تقول له. قال له: أقول له إزاي؟ أنا خايف صوته يعلى على صوته يوم يحبط الله أجري وعملي. شو بقى، هو ده الأدب مع سيدك النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالليل، يجي له سيدك عبد الله بن عباس، لقى سيدك النبي بيصلي، رحمة راجع لورا، بقول: فأخذ رسول الله بيدي ثم جعلني بحذائه، فقلت، قال لي: لم تكعكعت، أي تأخرت يا ابن عباس؟ قلت: يا رسول الله أنت من الله بمكان، أيليق بي أن أقف بين يديك أو بحذائك؟ ليه سيدنا عبد الله بن عباس عمل كده؟ ده أدب وحسن أدب. والله أنا أغضب وأحزن ولا أنام الليل عندما أسمع أحد العلماء يقول: قال محمد بن عبد الله وهو الصادق المعصوم، كيف تصفه باسمه؟ وفرض عليك أن تسيده ما دام ليس في الصلاة أو في الأذان أو في القرآن كما علمنا جمهور العلماء، يجب عليك أن تسيد وتقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شوف نداء ربك لك، فرض عليك أنك تسيده، تقول سيدنا النبي قال، وتحاول تجيب الراوي الأعلى له ولا تكذب عليه، لأنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى أدب مع ربنا أن تناجيه بأدب سبحانه وتعالى، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الناس أن تكون مؤدبا معهم مع الوالدين، أن تخفض صوتك بين يدي أبيك وأمك، لا تقل لهما أف. يا أخي سيدك عبد الله بن عباس بيقول لك جملة تشيب، بل لو كان هناك كلمة أدنى من أف لذكرها الله في القرآن، ولكني أرى أن أف أعلى درجات العقوق، أعلى. أمال اللي عمال يقول لأبوه دلوقتي يا حج
وبقول لك ايه ما توجعش دماغنا ده انت دقة قديمة ويا استاذ ريح دماغك وينادى على ابوه باسمه ساعات او امه باسمها. فين الادب مع الوالدين؟ فين اللي علمناه لاولادنا اللي هنتحاسب عنه قدام ربنا؟ ادب مع الوالدين ازاي؟ ازاي ابقى مؤدب مع ابويا وامي؟ صوتي معلش لا اسير امامه ولا اتحدث بين يديه الا بامره ولا اناديه باسمه اجله كل اجلال وكل تقدير. يا اخي سبحان الله العظيم. سيدك عبد الله بن عباس ما يقول لك اوف اعلى درجات العقوق. ازاي مولانا؟ قال لان هناك عقوق بالقلب، مجرد ان نكره ابويا بقلبي او امي بقلبي يبقى كده عقوق لهم. شوف بقى ادب مع ابوك، ادب مع امك، ادب مع الجيران، ادب مع الخلق جميعا، ان تكون مؤدبا حتى تقابل المولى تبارك وتعالى ويحسن لك الخاتمة.